لو قال قائل هذا رجل فيه سلس البول، سلس البول يعني البول دائما، وتوضأ لصلاة الظهر وبقي على وضوئه يعني لم يحدث بحدث آخر ودخل وقت العصر، هل يلزمه أن يتوضأ ثانية أو يكفي الوضوء الأول؟ ما فهمت الجواب. يتوضأ ثانية؟ يتوضأ ثانية؟ نعم. في جوائز تنتهي. اختلافكم الآن كاختلاف العلماء من قبلكم، يعني فيها قولان للعلماء، بعضهم يقول لا يلزمه الوضوء لأنه لو توضأ ماذا يستفيد؟ الحدث دائم، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وبعضهم يقول لابد أن يتوضأ، ولكن القول بأنه لا يلزم الوضوء أقرب إلى الصواب، لأن إيجاب الوضوء فيه مشقة من جهة، ولأنه ليس هناك دليل واضح على وجوب الوضوء لكل صلاة.